السلام عليكم. كيف صحتوا؟ بخير، لاباس عليكم. رمضان مبارك. غادي نقدم لكم اليوم كيفاش نصب الطيحان بواحد الطريقة. هنايا طحنت شوية اللحم مع شوية البرميسال مع شوية ديال كندير فيه الطيحان كنطحنو، مكنديروش أنا مكنعمروش، كنطحنو مع هاد لافاز هادي. وغندير فيها واحد الكليوة تاهي، كنديرها بروشير نحيد لهاد الشحمة. غادي نخليها باينة هاد الكدوة هادي، مغاديش نطحنها. كاين بزاف الطرق ديال الطيحان، كلو كيفاش كيدير ليه. انا اليوم بغيت ندير الطريقه هادي. كل واحد خلى بحال كون على الطيحان. عندي فيه الزيتون، هذا عندي فيه الزيتون بعدم، هو الزيتون بعدم ديال العطرية. العطرية راه مخلطة زوار ومعدنوس وكمون، ملح هادشي واو، كلشي ميلونجي فيها. ندير التومة، ندير البزار، ندير البزار البيض تاهو. بابا شويه سودانية، زيت حل. ندير فيه الزعتر، نخلط هادشي كلو. دابا غادي نرجع ليكم. هاهو من بعد ما خلطت هادشي مزيان، العطرية اللي صرا شتوها، ربيت هما بزار سودانية، بزار ليا بزار الكحل، المسائل كلها راه شتوها. دابا غنفيس ليه، غندورو في السلوفان، غادي نرجع ليكم. ها هي لافاز ديال الطيحان هي هادي. دابا نوريكم الطريقة كيفاش غنفيس ليه، كيفاش غادي نجمعو. الطريقة ديالي باش
تشكلتو. ها هو الطحين ديالنا هو هذا. دابا غنديرو ليه بابي ألومنيوم. تبعو معنا فيسليو. هذا فيسليو جل فوفيل يستاريقا. غنقيدو باش ميتحلش. مرة أخرى ندير لكم طيحان يكون هو يعمر، منطحنوش مع هاد لافاز هادي، هو نحلوه نعمروه بنفس الطريقة اللي درنا دابا.
ضروري ما خاصو يتقد باش ما يتفرقعش. طيب ان شاء الله راني نوريكم كيفاش تعمل. السلام عليكم اخوان، نهار مبارك سعيد، اذا قبل الصيام اعطي حان جديد. يلا صوبتوا دابا الصحه والراحه. الاخوان السلام عليكم، النتيجه ديال الطيحان مع هذا المعطر هو هذا. احسن غادي نعاود ليه الالمنيوم باش يبان مزيان. غنفسلو غندير واحد الطريقة أخرى ديال الفسلاج، كندورو ثلاثة دورات، كنزيرو شوية، كنديرو دورة، مكنكرهوش بزاف، كنزيرو دابا. أهلاً إيه بس شفتها عادية عادية العطرية بكل شيء بلا عطرية بلا تحرك. ها؟ راح قلتها قدام ها؟ كنجيب لي كليا كثير بصح شو بدك؟ الحمد لله بخير. الحمد لله الوقت. أنا الإخوان الصحة والراحة.